نعم، بدأ طاهر تنفيذ حزمة الإجراءات الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا التي أعلن عنها جون كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي أول من أمس. أول تلك الإجراءات فرض حظر التجول كما نشاهد خلفي من الساعة 6 مساء ولغاية الساعة 6 صباحا ابتداء من اليوم لمدة 15 يوما على الأقل. ويعفى، رح تسألني طاهر كيف إنه في حركة سير مع إنه في منع تجول. يعفى من حظر التجول هذا كل من أراد زيارة الطبيب أو قصد طوارئ أحد المستشفيات، كما يتوجب تعبئة استمارة من موقع الحكومة الفرنسية لكل الأشخاص الذين يتجولون لأسباب مهنية كالطواقم الطبية أو موظفي الدولة وأفراد الأجهزة التعليمية كأساتذة المدارس مثلا. أريد أن أنوه طاهر أن حظر التجول المبكر هذا يقلق الفرنسيين، فمعظم يعني سكان فرنسا أو الذين ينهون أعمالهم حوالي الساعة 6 مساء قلقون، ما دفع السلطات الفرنسية بطمأنة سكان فرنسا وإصدار بيان يؤكد لهم إمكانية إنهاء أعمالهم كما من قبل، وعليهم فقط تعبئة الاستمارة الخاصة بالتنقل. أما بالنسبة للمدارس والكليات والحضانة ستستمر الدراسة كما من قبل، ومنع التجول لن يؤثر على حياة الطلاب التعليمية كما صرح يوم أمس الجمعة برينو لمير أو وزير الاقتصاد الفرنسي، أن عزل جماعي ثالث قد ينفذ إن لم يجني حظر التجول المبكر هذا ثماره، أي انخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في فرنسا.